بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. معاكم مستر احمد الباشا، وان شاء الله نبدا مع بعض ليسن جديد، وهو ليسن نمبر 4 في منهج ديسكفر لي جريد 3. في الليسن ده ان شاء الله هنتعرف مع بعض على حاجه اسمها بريزنتنج داتا، وبريزنتنج داتا مقصود بيها ان انا اعبر عن البيانات اللي عندي. خلينا نبدا بالاكتيفيتي الاول، والاكتيفيتي الاول سهل جدا. بيقول لي ريد اند ليرن هاو وي كان communicate collected data. كلمة collected data يعني المعلومات اللي عندي، كلمة data يعني معلومات، ماشي؟ كلمة معلومات يعني ال informations والبيانات اللي أنا مديها لك. There are four ways to communicate data. إحنا بص، أنا لو اديتك أي أرقام واديتك بيانات معينة، تقدر إن أنت تستخدم البيانات اللي انا مديها لك دي والارقام اللي انا مديها لك دي باربع طرق، او انك تعبر لي عنها باربع طرق. ازاي يا مستر ان انا اعبر لك عنها باربع طرق؟ خلينا نبدا بالطريقه الاولى، وهي اسمها تكست، انك انت تكتب الداتا اللي انا قلتها لك. وعاوزك تركز معايا جدا في اللي انا هعمله. انا هبتدي اقرا شويه معلومات، وشويه المعلومات دي حاول تفكر او حاول تاخد بالك منها علشان انا هبتدي استخدمها في اللي جاي. اول طريقه انك انت تعمل لي بريزنتنج داتا هو تكست. تكست يعني ايه؟ بص المعلومات دي. وان اثليت، واحد من الرياضي، كلمه اثليت يعني رياضي. وان اثليت فينيشد ذا ريس افتر 2 مينيت. احنا عاملين سباق، والسباق ده واحد خلص بعد دقيقتين، وفي ثلاثه خلصوا، 3 اثليتس خلصوا بعد 3 دقائق، وفي خمسة خلصوا، في 5 خلصوا بعد 4 minutes، وفي only one خلص بعد 5 minutes. يبقى احنا عندنا واحد خلص، 1 خلص في دقيقتين، وتلاتة، تلاتة دول يعني تلات أشخاص، 3 athletes خلصوا بعد 3 minutes، وفي خمس متسابقين، 5 يعني خمس أشخاص، في 5 athletes خلصوا بعد 4 minutes، وفي 1 خلص بعد 5. دي أول طريقة إنك تكتب الداتا كده. طب لا، انت عاوز ترسمهم بقى، ترسمهم تعمل ايه؟ يقول لك ايه، اعمل خط. الخط ده اسمه grouped dots. كلمة grouped dots دي طريقة من طرق الايه، من طرق الداتا. يعني تعمل خط كده، والخط ده تقول مثلا ايه، من 0 ل 2 ماشي، ومن هنا 3 مثلا، وهنا 4، وهنا مثلا 5. خلاص تبتدي تعمل ايه؟ تبتدي ان انت تقول انا عندي كام متسابق خلصوا من 0 ل 2؟ متسابق واحد، فتعمل نقطه. الطريقه دي اسمها grouped ماشي dots. طيب وعندي كام متسابق خلصوا في 3 minutes؟ عندي 3، فاعمل نقطه ونقطه ونقطه. طيب عندي كام متسابق خلصوا في 4 minutes؟ عندي 5، 5 athletes، فهعمل كده وكده وكده وكده، دول معناهم 5 اهو. طيب وعندي كام متسابق خلصوا في 5 دقايق؟ هو متسابق واحد، فاعمل نقطه. الشكل اللي قدامك ده، الشكل اللي قدامك ده هو الشكل ده، هي فكره ان انت تعبر عن الداتا اللي قدامك بنقط. طب لا، انا عاوز اعبر بحاجه ثانيه اسمها لاين بلوتس. واللاين بلوتس دي حاجه مهمه جدا. ان ازاي؟ دي طبعا الطريقه الايه، نمبر 3، الطريقه الثالثه، انك تعمل حاجه اسمها لاين بلوتس. كلمة lines plots يعني بتعمل ايه؟ هو نفس الخط اللي احنا عملناه، بس بدل ما نعمل dots، اللي فات كان dots، اللي فات كان اسمه ايه؟ dots. لا، هنعمل plots. ايه plots بقى؟ انك انت نفس اللي فات تعمله تاني، يعني من 0 ل 2 ماشي، و 3 و 4 و 5. وبدل ما كنا بنحط نقطة نحط اكس. يعني من 0 ل 2 كان واحد بس، صح؟ فاكرين؟ وكانت 3 دقايق كانوا 3، ثلاث متسابقين، وكان الفور كان 5 اثليتس. هنحط 1 2 3 4 5. طيب وخمس دقايق كان اونلي 1، كان واحد بس. فالطريقه دي اسمها ايه؟ اسمها لاين دوتس، سوري لاين بلوتس. طيب الطريقه الثالثه هي بار جراف. بار جراف انك نفس برضو اللي عملته المره اللي فاتت، بس لكل واحد هتدي له مربع. يعني ايه الطريقة الأخيرة دي؟ اسمها بار جراف. ازاي بقى؟ بنعمل خط كده وخط كده، ونكتب هنا من 0 ل 2 و 3 زي ما احنا متعودين، و 4 و 5.
ونبتدي نعمل مربع لكل واحد فيهم. يعني من 0 ل 2 كان واحد بس فنعمل له مربع، ومن وال 3 كان 3 صح؟ كانوا 3 مسابقين فنعمل 1 2 3. طبعا ايه هنا هنعمل 1 2 3 4 5 6 عشان نعرف احنا العدد كام هنا. طب ونمبر 4 ده كان 5، يعني 1 2 اهو 3 4 5، ادي 5 اهم 5 ايه مربعات. ولو هو واحد بس في ال 5 مينيت بنعمل له كده. الطريقه دي اسمها بار جراف، في كل لكل واحد بنديله مربع، ندي سكوير. ماشي، يبقى التايبس قول ورايا: تكست، جروبد دوتس، جروبد دوتس، لاين بلوتس، بار جراف. تعال نشوف كده الداتا اللي قدامنا دي. بيقول لي هنا ريبريزنت ذا داتا ان تيبل يوزنج لاين بلوتس، عاوز يعبر عن الارقام دي باللاين بلوتس. طب تعالى احنا نعملها باللاين بلوتس. يعني انا هحط اكس لكل واحد، انا عندي الارت كان 3 فروحت عند الارت وعملت ايه 1 2 3. تعال نروح للانجليش بقى، الانجليش كام 3، يبقى نعمل ايه 1 يلا قول 2 3 صح، سهله قوي. طب الماس سهله جدا 5، هنعمل ايه 1 2 3 4 5. طب العربي 8، دي بقى كبيره شويه 1 2 3 4 5 6 7 8 8 اهم. طب الساينس 9، يا 9 تعال نعد 1 2 اهو، يا سلام ده 4 5 6 7 8 9. طبعا انا ايه انا رحت كده المفروض ان هم يبقوا احاول ان هم يكونوا تحت بعض، يعني ماشي حاول ان هم يكونوا تحت بعض. ده كان اكتيفيتي عشان نعرف ازاي ان احنا بنحط الايه الارقام. طيب تعالوا هنا نشوف البار جراف. البار جراف ده هو عاوزك الارقام اللي فاتت دي، شايف الارقام دي، برضو تحلها هنا. يعني مثلا تعال نحل، سوري معلش، تعال نحل الماث. الماث اللي هي كانت 5 صح، الماث كانوا 5، يعني 1 2 هنشخبط بقى 3 4 5 كده احنا حللنا الماس، والارت كان 3 فعدينا 3 اهو. الانجليش كان كام؟ الانجليش كان 3، فبص كده 1 2 3 بس كده. روح برده شوف العربي كان كام والساينس كان كام وعلم عليهم. ماشي، ان يور اوبينيون، في اوبينيون يعني رايك، ان يور اوبينيون ويتش واي از ايزير تو كوميونيكيت داتا، انهي طريقه الاسهل؟ انا شايف ان البار جراف دي اسهل، فممكن اختار البار اي جراف. هو بيقول لك انهي طريقه، يعني الطريقه دي، سوري معلش، فين 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 الطريقه دي ولا الطريقه دي اللي اسهل؟ انا شايف الطريقه اللي بنعلم بيها دي اسهل. يعني تعال ناخد اكتيفيتي تاني. عندنا 15 ستودنت، 15 طالب، وال 15 طالب دول، ال 15 ستودنت دول ان سالي اند رامي كلاس، عند سالي وعند ايه وعند رامي. They were compete، كانوا بيتنافسوا. They were competing who مين يعني will jump longest distance، مين اللي هينط مسافة أطول، مسافة أطول. إنك أنت تبقى بتجري مثلا وتقوم ناطط، فعاوزين نشوف مين اكتر واحد هينط يعني مسافه كبيره. ماشي، مين هينط مسافه ايه، مسافه كبيره. فعندنا بعد ما يعني ايه خلينا كل واحد ينط، وبدانا نشوف لقينا وان ستودنت، واحد جامبت فور ديستانس 40، يعني واحد نط مسافه 40 سنتي، ده واحد بس. وفي ثلاثه قدروا ينطوا 70، وفي 6 ستيرنس نطوا عملوا جامب 90، دول ايه نطوا كتير جدا دول، يعني مسافه كبيره. وفي 3 ستيرنس كانوا 130، وفي 2 ستيرنس كانوا 165. يبقى احنا عندنا معلومات اهي نفس الفكره بالظبط. هبتدي اشوف المسافه من 0 ل 40 اللي هي ايه، اللي هي دي، كانوا كام واحد؟ كانوا 1، فهعلم على ايه؟ هعلم على 1. فاهم كده؟ طيب الديستنس اللي هي من 41 لحد 80،
كانت كام؟ اللي هي 70 صح ولا لا؟ دولت كانوا كام ستيودنت؟ دولت كانوا 70 ايه؟ كانوا سوري كانوا 3 ستيودنتس، فاحنا علمنا على 3 ستيودنتس اهم. طيب المسافه اللي هي من 81 لحد 120 يعني اكتر من 81 واقل من 120 اللي هي انهي؟ اللي هي دي اللي هي 90، كانوا كام واحد؟ كانوا 6 ستيودنتس، اللي هو ايه؟ مش احنا اتفقنا ان العلامه دي يعني 5 ومعاها واحد هنا، يبقى ده ايه؟ يبقى دي يبقى 6 ستيودنتس. طب من 121 لحد 160 اللي هي 130، ما هو ال 130 دي بين الاثنين دول، بين الاثنين دول، فهو ما فيش قدامنا غير دي صح؟ فهم ايه؟ 3 ستيودنتس. طب اللي اكتر من 160 اللي هي مثلا 165 هم اونلي 2 ستيودنتس، فهنعلم على دي. يبقى انا باستخدام الداتا اللي قدامي بختار الاجابه ايه؟ الاجابه الصح. اخر حاجه عندي ان انا اعبر عن الداتا اللي قدامي باستخدام البار جراف. يعني بيقول لي هنا في الاكتيفيتي ده ايه؟ using the data table، الجدول بتاع الداتا from previous activity complete the following graph. يعني روح شوف الداتا اللي فاتت دي. انا كان عندي ال 40 متر، ال 4 سنتيمتر كانوا كام واحد؟ كان 1. فهروح هنا واعلم على ايه؟ اعلم على 1، مش من 0 ل 40 كان 1. طيب و كان عندي اللي هو من فوق من 41 لحد 80 اللي هو هيبقى ايه؟ اللي هو هيبقى 70 صح؟ اللي هو هيبقى 70 كانوا كام واحد في ال 70؟ كانوا 3 صح؟ فهروح اعلم على 3، 1 2 3 هو حللها. طب من 81 ل 120 اللي هي ايه؟ اللي هي 6 ستيودنتس اللي هي دي، فهنعلم على ايه؟ 1 2 3 4 5 6. طيب كان عندي كام واحد من 121 لحد 160؟ كان عندي كام واحد؟ كان عندي 3، فهنعلم هنا 1 2 3. طب مين كام واحد كانوا مورا زان 160؟ كان اللي هو كانوا 2 اللي هم ايه؟ اللي هم 165. هنا 1 هنا ايه؟ ماشي. احنا كده عملنا ايه؟ عملنا بريزنتنج للداتا. ماشي. هسيب الاسئله دي تفكروا فيها، ممكن توقفوا الفيديو وتحاولوا ان انتوا تجاوبوها كاكسرسايز عندكم. عاوز الناس تفكر فيهم واللي يعرف يجاوبهم يجاوبهم. هسيبكم تفكروا فيها بالراحه كده، ونتقابل ان شاء الله في الليسن اللي جاي، ليسن نمبر 5، وهو ليسن ممتع جدا وسهل. بتمنى ان يكون الفيديو ممتع، ويا ريت تسمعوا الفيديو ده تاني لان هو فيديو مهم. نتقابل ان شاء الله في ليسن نمبر 5. اتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق. كنت معاكم مستر احمد الباشا. باي باي.